لويس ألبرتو سواريز دياز من مواليد 1987 في الأوروغواي بعيلة بتتكون من 6 إخوان. كان أبوه حمال وما كان قادر يعيل عيلته، وكمان انفصل عن أمه، وسواريز عمره 9 سنين لا يعيش معها. بعمر 11 سنة كان لويس بيشتغل مع جده في حراسة وتنظيف السيارات ليأمن الأكل لعيلته، وما كان شاطر بالمدرسة. طور مهارته الكروية من لعبه بالشوارع، وهناك اكتشفوا فريق ناسيونال ولعب معه بعمر 14 سنة. بعمر 15 سنة حب صوفيا اللي كان عمرها 13 واللي دعمته وتجوزها بعدين. بال2006 راح لفريق جرونينجن الهولندي، ومن بعده لأياكس أمستردام، ومنه على ليفربول، وآخر إشي لبرشلونة اللي تألق فيه وحقق إنجازات كتيرة على صعيد النادي والصعيد الفردي. معروف بمشاكله الكتيرة اللي أبرزها توجيهه لإهانة عنصرية لباتريك إيفرا مدافع مانشستر يونايتد، وعض المدافع الإيطالي جورجيو كليني في مونديال 2014 وانحرم من اللعب 4 أشهر. بس كليني ما كان ضحيته الأولى، لأنه فريسته الأولى كانت عثمان بقال لاعب أيندهوفن لما كان سواريز في أياكس، ولها السبب انشهر بلقب العضاد. أما لو كان عنا لويس ألبرتو سواريز دياز عماد الشهير بأبو سنة، مواليد 87 بعيلة بتتكون من 6 إخوان. أبوه كان عتال بيعطل كل شيء إلا عيلته. من الآخر الوالد حلق لهم لما كان سواريز عمره 9 سنين بس، ولما كان عمره 11 سنة بس اندلع أولاد الحرام وعلموه يتعاطى. طبعاً فيش داعي نقول كان فاشل بالمدرسة، بس الله وكيلكم حريف فضبل. وبالرغم من إدمانه طور مهاراته بلعبه بالشوارع، وهناك اكتشفوا نادي من هالأندية وبلش لعب معهم لكان عمره 14 سنة بس. مش بس هيك، بطل إدمان وبعمر 15 دخل قصة حب عنيفة مع سهام، ولما كبر وحاول يتجوزها اكتشف انه الفضل بيجيبش حق المواصلات، فطلع إعارة على هولندا. هي مش إعارة، ودخل تهريب بفيزا شنجل، والله السطار. المهم من هولندا وامستردام لفرنسا، ومنك على إسبانيا، ولفلف ولا ابن بطوطة بزمانه. اللفلف جابت همها، وسواريز حقق إنجازات كثير بغربته، وما نسي هوايته الرياضية، ففتح شركة تصدير معدات رياضة للبلد، راس مالها فوق 3000 يورو. بس مع هيك سواريز كان عنيف وانشهر بمشاكله الكثيرة، وأشهرها إهانة موظف جمرك وعضه بسبب شحنة معدات ما كان بده يمرق له إياها. غير هيك عض شريكه الإيطالي لما اختلفوا وقرروا يفرطوا الشركة، وعشان هيك صارت شهرة سواريز بالسوقية أبو سنة. وعلى رأي المثل ما بعض جلدك غير سنك.